السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده مربة البرتقال، يعني من قشر البرتقال كده بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنستخدم فيها القشر وهنستخدم عصير البرتقال، فالمربة ديت جميلة جدا وكمان يعني سهلة وبسيطة. وأتمنى الفيديو النهاردة ينال إعجابكم، بس أتمنى إن أنتوا تشوفوا الفيديو كده حبايبي للآخر، لأن فعلا يعني طريقة عمل المربة ديت بصراحة جميلة جدا وتحفة. بس في الأول أحب أرحب بيك يا حبيبتي لو أول مرة تتابع القناة. لو قناتي عجبتك فضلا وليس أمرا يا ريت إن أنت تدعمينا كده بالاشتراك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه في القناة أول بأول. يلا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض هنحتاج لإيه. هنا حبايبي هنحتاج رطل عصير برتقال، برتقال طبيعي مفيش عليه أي مية. هنا هنحتاج لنص كيلو سكر، هنحتاج لعصير ليمونة. هنا ده كده قشر البرتقال. هقول لكم بقى انا عملت ايه، هثبت التليفون بقى ويعني واشرح لكم بقى ايه يعني انا الخطوات بتاعته عملته ازاي. يعني ده كده قشر البرتقال اهوت. دلوقتي حبايبي اول حاجة بقى ايه، هقول لكم انا عملت ايه. كان عندي كمية من القشر البرتقال. طبعا بعد اولادك كده يعني بعد ما تاكلوا من البرتقال فبتاخدي القشر كده اهوت. طبعا ايه بتكوني غاسله الطبقه ديت كويس، عشان بس ايه ما قبل ما تعملي بس ايه الخطوه ديت. بعد كده هنحتاج بقى ايه لمبشره. انا كده ايه هوريكم بس ايه جزء كده اهوت عشان بس اقول لكم انا عملت ده ازاي. ايه انا خدت كده اهوت القشر كده اهوت حبايبي، هبدأ ان انا ابشر كده الطبقة التانية الصفرة دي عشان اخد بس عليه منها الطبقة الصفرة. ايه بس الطبقة الصفرة دي اللي انا هاخدها دلوقتي مش البيضة. بعد ايه بعد ما بعمل بقى طبعا ايه كمية البرتقال كلها كده اهوت بس اللي عندك، شايفين بتبقى معايا القشرة البيضة ديت بنفس الطريقة دي بقى. دي اللي انا هعمل بيها ايه المربى دي، مش برميها. هاخدها طبعا البشر بقى اللي هيطلع معاكي بعد ما تبشري الكمية كده اهوت، هيبقى اكتر من كده هتحتفظي بيه في كيس في الفريزر. ماشي، يبقى كده ايه خلاص. دلوقتي بقى ايه الكمية اللي هتطلع بقى من قشر البرتقال اللي هي زي كده، هتبدأي يعني انا خدتها كده اهوت لما جمعتهم كلهم غسلتها على الحنفية. وبعد كده اهوت بدأت بقى ايه اللي انا جبت المفرمة اللي هي بتاعت اللحمة وحطيت فيها القشر ده اهوت اهيت اللي هي دي كده، وبدأت اللي انا ايه افرمهم، فرمتهم بقى ايه كلهم. ما وبعد كده بقى معايا بنفس الشكل كده ايه حبايبي، يا شايفين ده كده بعد ما فرمته اللي هي الايه اللي هي القشرة دي كده اللي هي دي ايه كده حبايبي. يا طبعا انا حطيتها لكم بس عشان يبقى ايه قبل وبعد. بعد كده اهوت ايه يعني الكميه بقى ديت، بعد ما بتبشري ده اهوت ويبقى عندك كده قبل ما تنقعيه في الميه، يعني بتعايرك بتوزنيه مثلا ايه ربع كيلو. بعد كده بتبداي اللي انت بتنقعيه يعني بتاخدي ربع كيلو بعد ما بتبشري بعد ما بتعمليه كده في المفرمه عشان يبقى معاكي ايه بنفس الطريقه كده اهوت، يعني تبقى قطع صغيره خالص يعني. فبعد كده بتنقعيه بقى في الميه، يعني ده كده ربع كيلو. فبعد كده اهوت بس انا الكميه عندي طلعت ايه نص كيلو، فالنص كيلو بقى ايه ده كده بس ايه بنقعته في الميه لمده يوم، يعني بقيت اغير عليه الميه كده اهوت كذا مره. بعد كده اهوت ايه حبايبي، طبعا ايه ده بالنسبه للي انت ايه لو هتسيبيه منقوع وتغيري الميه عشان تنزلي بس الايه المراره اللي فيه. لو انت مثلا ايه مستعجله ممكن برضو اللي انت تعملي ايه حاجه تانية، يعني بتحطيه في حله وتحطي على يعني تحطيه في حله كده اهوت وتغليه كده في الميه، يعني لمده يعني مده 3 دقايق كده ولا حاجه. وبعد كده بتبداي اللي انت تكبي الميه دي وتغليه في ميه تانية، بتكرري العمليه ديت ايه 3 مرات عشان تتخلصي ايه من المراره.
بس يعني ده كده ايه بالنسبة عشان بس تتخلصي من المرارة اللي فيه. وتعالوا بقى ايه نشوف مع بعض كده بقى ايه انا عملت ايه. هنا حبايبي انا بعد ما نقعته كده لمدة يوم ده، بس ايه الجزء ده كده انا مش هستخدمه، انا بس ايه انا قلت لكم ازاي يعني اللي انت تنقعي. انا خدت نص الكميه اللي هو ربع كيلو من قشر البرتقال ونقعته لمده يوم، غيرت وحطيته في الثلاجه في علبه وغيرت عليه الميه كذا مره. بعد كده قبل ما بعمل المربى فبحطه كده اهوت في ميه تانية نضيفه بقى على النار وبسلقه. فانا يعني اختصرت بقى في الفيديو دلوقتي عشان بس يعني بتسلقيه كده لحد ما يبدأ اللي هو ايه يغلي كده ايه معاك. طبعا هو غلى كده وقت معايا وكبيت المية وحطيت له مية تانية. وبرضو ايه بدأ اللي هو يغلي بقاله 5 دقايق اهو بيغلي يعني. فدلوقتي بقى بعد الخطوة ديت هعمل ايه بقى تاني يعني. هبدأ اللي انا اصفي المية ديت خالص، انا يعني مش عايزاها، انا عايزة بس اللي انا ايه القشر اللي انا ايه سلقته ايه بس. فبعد ما اصفيه بقى بالمصفى هنرجع تاني مع بعض ونبدأ بقى في ايه خطوات الايه المربى ذات نفسها. فدلوقتي انا هوقف مع بال ما اصفيه من المية وارجع تاني، حتى مش ضروري ان انا ابرد عليه يعني تحت المية اللي ايه المية من الحنفية يعني. دلوقتي يا حبايبي انا بعد ما صفيته كده من المية السخنة هبدأ بقى ان انا احط عليه السكر واحط عليه برضو عصير ايه البرتقال. هبدأ بقى ان انا ايه ده كده نص كيلو سكر، وزي ما قلنا ده كده كان ايه ربع كيلو قشر برتقال اللي انا استخدمته في الاول ونقعته وقلت لكم ايه الطريقة ازاي تعمليه. يبقى كده بعد انا ما سلقته كده دلوقتي وصفيته من الميه السخنه حطيت عليه السكر اهو، هبدأ بقى انا احط عليه عصير البرتقال. عصير برتقال طبيعي طبعا، عصير النص ليمونه ديت هيبقى ايه في الاخر خالص. هاخده كده اهوت بقى يا حبايبي وهبدأ ان انا ايه احطه كده ايه على النار. كده حبايبي دلوقتي بقى ايه انا هسيبه بقى ايه دلوقتي على النار لحد المربى ما تبدأ اللي هي بقى ايه تغلي، ويعني واسيبها بس لحد يعني القوام بتاعها ما يتقل كده ايه معايا. واخر حاجة هضيفها اللي هي عصير الايه النص ليمونة. طبعا في برضو خطوة برضو عايزة اقول لكم عليها. المربى وهي على النار كده اهوت يعني ما ينفعش اللي انت تغطيها، لو غطيتيها هتلاقي اللون بتاعها اغمق معاكي، مش هيبقى اللون بتاعها يبقى فاتح كده وحلو. دي بس معلومة مهمة برضو حبيت ان انا ايه اقول لك عليها. فدلوقتي بقى ايه حبايبي هسيبها بقى كده لحد ما يعني تغلي كده اهوت. ودلوقتي في الخطوة ديت بكرة ان انا ايه اعلي النار عليها شوية، واول ما تبدأ اللي هي يعني تغلي كده معايا اوطي النار يعني اهدي بقى النار ايه عليها. فدلوقتي بس هوقف عشان طبعا يعني هي هتاخد وقت معايا شوية، وبعد كده نرجع تاني ويعني اوريكم برضو الايه القوام بتاعها. دلوقتي يا حبايبي هوريكم شكل المربى. يعني انا سبتها كده اهوت بقى ايه يعني بعد ما كنت يعني معلية النار كده عليها وبدأت اللي هي تغلي. وطيت النار ودلوقتي بقى سايباها على يعني على نار كده متوسطة. وده كده حبايبي شكلها، يعني انا بسيبها لحد الحجم بتاعها يعني ما يقل شوية، ويعني والقوام بتاعها كمان يعني ايه يبقى تقيل شوية، وكمان اللي هو القشر بتاع البرتقال ده هو يبقى اللون بتاعه يبقى كمان يبقى لونه شفاف كده. فيعني دلوقتي بقى انا هبدأ ان انا اضيف لها عصير الايه الليمون. نجيب العصير هنضيف لها حبايبي عصير نص ليمونة.
بعصر العصير بس مش التفل، بس كده اديلها بقى تقليبه كده اهوت، واسيبها ايه لحد ايه ما تعقد ايه معايا. دلوقتي يا حبايبي المربى كده خلصت كده معايا، عايزه برضو اوريكم القوام بتاعها، شايفين؟ نعم كده خلاص، انا كده هطفي عليها. دلوقتي يا حبايبي انا معايا البرطمان كده، البرطمان معقم، هبدأ بقى اللي انا ايه اعبي فيه المربى زي ما شفنا. الطريقة ديت سهلة جدا وبسيطة. المربى هنات معايا سخنة، فانا هعبيها على طول هنات في قلب البرطمان، ومعايا انا اهوت علبة كده اهوت، وحاطة فيها شوية مية باردين من الحنفية عشان بس ايه احط فيها البرطمان ايه بعد ما اعبيه. طبعا هي الخطوة ديت لما تيجي تعبيها وهي سخنة في قلب البرطمان، وتيجي تقفلي البرطمان وتحطيه كده في مية باردة، فده كده بيبقى كمان بتبقى بيحفظ المربى كمان لفترة اطول، وبيمنع الهواء كمان اللي هو يدخل فيها، والمربى تبوظ ايه معاكي يعني. فحتى لما بتيجي تفتحي البرطمان هتلاقيه اللي هو بيعمل صوت كده جامد كده، زي ما بتيجي بتشتري المربى الجاهزة وبتيجي تفتحي البرطمان بتلاقي بتسمعي صوت كده اهوت، يعني هتديلك نفس النتيجة. فأنا دلوقتي بقى ايه هعبيها كده اهوت حبايبي، شايفين شكلها جميل ازاي؟ شايفين الشكل؟ الطعم بتاعها كمان جميل جدا. نعم طبقات على الطباخة وامسك بقى بالحتة وافضي يعني. شايفين حبايبي؟ هبدأ بقى انا اقفلها كده على طول وهي سخنة كده. دلوقتي بقى ايه هبدأ اقلبها، احطها كده بقى في قلب المية واسيبها بقى ايه لحد ما تبرد ده، وممكن برضه ادور لها شوية مية كمان. كده حبايبي دلوقتي بقى ايه الحبة اللي فاضلين معايا نحطهم بقى كده في قلب السلطانية ديت. شايفين حبايبي شكلها؟ طبعا اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه ديت وتقولوا لي رايكم ايه، لان الطريقه ديت سهله جدا وبسيطه، وكمان يعني مش بتاخد وقت كمان، يعني هتخلصيها على طول، وكمان يعني بتستغلي كمان ايه يعني شويه قشر كده برتقال عندك على شويه عصير،
وبتعملي احلى مربى. طبعا المربى ديت كمان مفيده وكلها فيتامينات. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. بحبكم جدا جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، يا ريت كده ان انتوا تدعمونا كده بالاشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد اللي بقدمه في القناه اول باول. لا، ويا ريت كده تدعمونا كده حبايبي باللايك والشير، عشان يعني بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حنان البراكي، أم ندى وفتحي.